محدش بيرد عليا ليه يا هيردوا يا معلم هيردوا مساء الطين يا معلم بيردوا بيردوا انت ما بتفهمش يالا والله ما انا دي هي اللي قالت لي ما دخلتش هي يعني ست صح اه ينفع ست تمشي كلامها على راجل لا ما ينفعش طب امال ايه ما اعرفش والله ايه يعني انت نور وبتفهم اهو اه انا اسف افهم بقى قصدي ايه خلص. عشان بعد كده ما مدش ايدي عليك ايه يا معلم ما انا بقول لك انا فاهم خلاص والله فاهم ايه فاهم انا مش بعد كده تيجي ادخلك والست تولع ست انت فاهم ان انا عايز اساعدك صح اه خلاص خلاص والله. مفيش ستات بقى تمشي كلام على رجاله صح احنا رجاله ومستوعبين صح مفيش الكلام ده عندنا صح ده بجد والله لا احنا رجاله لا انت وحشني اه بس مش كده يعني اسمع بقى مني يا معلم هم هيردوا عليك خليك مكانك فيه مالك خايف ليه يلا افهم يا فاهم والله فاهم فين الزباين هو محدش بيرد عليا ليه يا انا بخاف لما اقف في مكان واسال ومحدش يجاوب فين الزباين هو انت كنت سالت قلت ايه يا معلم ايه بسم الله الرحمن الرحيم السؤال كان ايه السؤال كان لا إيه؟ خمس دقايق والم الورق بسرعه والنبي انا جاوبت كل الملغي مش فاهم الباقي والله بسم الله الرحمن الرحيم اه فين الزباين اللي انت كنت بتسال الزباين فين يا معلم ايه يا ابني اللي انت جايبه لنا ده انت بتخوفني هي قصدها تقول لك كنت بتسال الزباين في ايه يا معلم يا سمارة انت يا ولا يا مجننة يا اللي بتسمع الكلام من اول مرة انت اتفرجت على فيلم السبع ايام في ايه يا معلم اهدى كده اهدى مالكش دعوة انا ربنا عطيني الصحة الحمد لله مش عارف اسيطر على نفسي خالص فين يالا العمدة يالا الهفق ده المفروض هنقلبه فين ايوه فين هو فين الهفق ده اللي هناخد فلوسه كلها فيس فيس فين يعني هو فيس 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 انا مش قلت ما تسيبوش الراديو مفتوح انتوا متخلفين فيس فيس انا اهو انت هو ايه انا العمده بس يالا عيب يالا اللي انت فيه. يا عم والله انا العمده بس عيب خش اقعد مع اللي متسنك يلا اقعد مع اخواتك يلا يا سيدي من ثلاثه والله العظيم انا العمده ولا عيب ايه انا مش بكذب عليك انا بقول الحق انا العمده انا العمده سوسته انت العمده سوسته ايوه انت اخرك عمده في المزرعه السعيده والله العظيم عمده تطلع كده والامير مش عارف ايه يدينا 10000 درهم هديه انت خدت بالك شد حاجه من الجو بس انا عارف بقى الارياف وشغلها يعني ما تقلقش ايه الدليل يا ان انت العمده الدليل ان انا العمده ادخل على جوجل واكتب www. العمده سوسته نصكم هطلع لك انا على طول متصور انا وحبيبه قلب صوره كده مراتك لا الجاموسه اهو ده اربعه منه في الجنينه لا ضفادع ولا ناموس ولا الحاجات دي خالص هو او قرص الريد الاثنين قد بعض على فكره او انا عايز اعرف بس هم فصلوا بدله عيد للعمده زي بدله الضابط كده ايه ده عايز ايه يا انا مش عايز حاجه انت اللي جاي يا عم عملت جر في شكل انا كلمتك انت مش جاي تسهر في الكباريه وتسلب فلوسك ايوه ففلوسي بقى ما انا اعطيتها لناصح يحطها في البوسطه اعطيتها لناصح والله العظيم من ساعه ما جيت ناصح ده ارجل عيل موجود هنا اه ما هو ارجل عيل صح والله كبرت يا ناصح عايل وبقيت تعمل عمليات من ورايا والله لما تيجي عايل طب بتقول لي مين عايل يا عاد بقول لك انت على نفسك ولا عايزين انا المعلم ماشي والله يا جه جه وش الخير والسعد والنور والهنا كنت فين يا عسل انت يا عمور انت يا جميل انت خد بالك عشان شد حاجه من الجنب انا شفته بقى والله المره دي شفته والله انا بكلمه من هنا يعني هو بيتكلم وانا واقف له كده استنى ازيك يا حمار الحمد لله كله تمام اخبار الجحش ايه كنت لسه بشرب برسيم جوه دلوقتي طيب يروح يلعب مع الفتيات عقبال ما اجيلك حنيه يلا حنيه بالراحه بقى عليا ما تشتمنيش تاني ما اشتمكش تاني أيوة. انا عاملك زي ابني لا انت بتقسى عليا يا ولا يا نونو
يلف على عمه. كده كخ يا حبيبي، كده كخ. بقول لك ايه، معاك فلوس؟ معايا. تلعب؟ العب. تعالى يا حماده. بص يا عم، ادي 10 و9 و8 تمام؟ انت كسر. استنى، ادي 10 و9 و8 تمام. طلع الواد. الواد اهو. غلط. معاك فلوس؟ معايا. تلعب؟ العب. ادي 10 و9 و8. طلع البت. البت اهي. عجبتني. تلعب؟ العب. معاك فلوس؟ معايا. يلا اهو. ادي 10 و9 و8. اه. فين التسعة؟ انت عبيط يا ابني، ما هي. هي دي التسعة؟ هي دي التسعة. والله أول مرة أشوفها والله العظيم. فين يالا الفلوس بتاعتي؟ اه هات. خد يا عم الفلوس بقى، ما تضايقنيش. مالك في إيه؟ يا عم أنا متضايق، لسه جاي من عند الدجال. قال لك إيه يعني الدجال ده؟ قال لي كل اللي هيحصل في المستقبل. يا عم ما تصدقهمش، دول بيخرفوا. بيخرفوا إيه؟ عارف فيروز؟ عارفها البت العيلة اللي بتغني. بنت العيلة بتغني، أنت عارف في المستقبل هتبقى إيه؟ إيه؟ كنسات. بالفواكه الاستوائية ولا نفسه ب 3 جنيه. 3 جنيه؟ وأنا أجيب طنبيل يا عم، أنت مجنون يا عم. عارف صباح؟ عارفها البت الشحرورة اللي بتغني. انت عارف دي هتعيش لحد مين؟ مين؟ إبراهيم كمال. مين إبراهيم كمال؟ ده اللي بعد السيسي. مين السيسي؟ يخرب بيتك. ايوه صح صح. ما تودناش في داهية. خلاص. المهم إيه؟ ركز معايا عشان العصابة هتجن هنا وتسلمنا بضاعة. وهيعرفونا ازاي؟ مش مهم، انا اتفقت معاهم على كلمة سر. ايه؟ حكورة. حكورة؟ اه. حلوة وجميلة وجديدة وبسيطة. هنشوف بقى لما يجوا العصابة، عشان لو نصبت عليا هنفخك. طب بقول لك ايه؟ في مصلحة داخلها كمان شوية معايا؟ راكب. خلاص؟ نصبايا؟ نصبايا جامدة جدا. يلا بينا نركب. عارف المتر. مدير الصالة دي؟ ايه؟ حمار. ماشي. نقلبه في قرشينات ومنفلق معايا؟ معايا. تعالى. يلا. انت عادي يا كرشنكوف انت. خلاص اجيب حاجة واجي. كوريا! ايه ده؟ ايه ده؟ كوريا! عامل ايه يا عوض؟ حبيبي يالا. اخبارك ايه يا بلطجي؟ عامل ايه؟ انت مسكت ربنا فتحها عليك. اه شفت الحمد لله فلوس كتير جبتها. انا باخدها كل يوم بالليل بقى. بجد؟ اه ما انا مسوق على الناس هنا. جدع يا عوض. انتوا عارفين بعض ولا ايه يا جدعان؟ اه. اه طب بص بقى. ايه يا حبيبي؟ انا لسه جاي من عند الدجال. المزيكا اللي بتعملها في الحانة دي مش هتنفع خالص، ولا هتجيب لك فلوس ولا اي حاجة. انت مجنون؟ مجنون ايه؟ احسن فرقة في مصر. فرقة ايه؟ انا جايب لك اسطوانة من مستقبل. دي انضف فرقة في مصر. دي اشرف فرقة في مصر. دي اعزف فرقة في مصر. دي انجح فرقة في مصر. دي اجمل فرقة في مصر. دي احلى منك ومن عيلتكم الفرقة دي. دي انضف منك ومن شعرك. يا جماعة انتوا اللي اتنين متفقين، انا اللي مختلف معاكم. اسمع مني، مشي الفرقه دي، الاسطوانه اللي معايا عليها مزيكا من مستقبل عالميه. بجد؟ اه والله. لا بس اسمع بقى، المزيكا دي فرقه عالميه، اسمع الحته دي. طب سمعني. اعزفوا حاجه. سلام الخواجه. يا ابني احسن فرقه في مصر. مصدعين ولا ايه ده؟ ايه اللي بتعملوه ده؟ رقص. يا رقص ايه؟ اقف عادل. ما ينفعش، الاسطوره بتقول ان الاغنيه لازم تكمل. انا بقى معاك حته كده. ركز معايا. ركز. ايه؟ ايه الهبل اللي انت بتعمله ده؟ عايز ايه؟ اسمعك بقى الاسطوانه للمستقبل وشوف الفرق. سمعنا يا حبيبي. بص حطها في الجرامافون. ماشي. عندي جرامافون جوه؟ بجد؟ أسير الحزن من قلوبي.